تحياتي. اهلا حبيبتي. تحبي تقعدي؟ اتفضلي يا قلبي حبيبتي. بقعت روش ولا لا؟ لا مفيش حاجة. مدام نادية، اشتركتي مع العملاقة سناء جميل في أعمال؟ اه طبعا. طيب. الحمد لله ده من حظي الجميل. طيب. وتعلمت كتير. تفتكري لنا مواقف طريفة بما انك انت يعني دمك خفيف جدا ومعروف عن ماما ان انها بتبقى جميله جدا مع كل الناس. انا افتكر حاجه كنت اول ما بدات اذاعه ويمكن هفكر حضرتك بيها واستفدت منها. كنت اول مره اشتغل اذاعه زمان، وبعدين كنت لسه متخرجه من المعهد، وكانت ست الكل موجوده، فقالت ايه البنت الصغيره اللي انتوا جايبينها دي؟ ايه العيله دي؟ فقلت لها لا ده انا خريجه المعهد. قالت انت عندك 15 سنه، يلا 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 يلا. طب اقفي كده وريني. بعدين قعدت بقى سقفت لي وشجعتني جدا وقالت لي ايه ده انت شكلك صغنون، مش ممكن تكوني عندك 22 سنه، انت بالكتير 14 سنه. من ساعتها حطيتها بقى حلقه في ودني وخليت نفسي لغايه دلوقتي 22 سنه. الفنانه ناديه فهمي، احنا عايزين نسالك سؤال صريح وتجاوبي اجابه صريحه. انا بخاف من الحاجات دي. لا لا لا، ده سؤال بسيط خالص. انت ليه محصوره في التلفزيون والمسرح بس؟ ليه السينما ما فتحتش بابها او انت ما حاولتيش؟ هل هو تقصير منك ولا تقصير من المخرجين ولا شكل اللي انت قدمتيه في بدايتك في التلفزيون وانت كنت سبب فيه ده، وده اتهام برضه، هو اللي حددك في التلفزيون والمسرح؟ حاجات كتير من اللي انت قلتها طبعا يا وائل، بس انا مش عارفه احط ايدي على ايه ولا ايه ولا ايه، بس اعتقد ان انا في التلفزيون بدأت كأختك وشكلي سمرة وشعري اسود، واعتقد الى حد ما دايما في السينما الفيديت او الادوار التانية بتتطلب الجميلة الحلوة اللي عينها خضراء شعرها اصفر، فما اعتقدش ان انا، مع ان انا دخلت السينما وعملت 3 افلام والحمد لله كانوا كويسين الى حد ما، لكن انا مش عارفة، انا بسأل انا فين، بسال زيك يعني انا فين في السينما، مش عارفه ايه اروح فين او اجي ازاي، او فين النص، او هل عيب النص، هل عيب شكلي، هل انا لاني كوميديانه يمكن، مش عارفه. الفنانه الكبيره الاستاذه سناء جميل، لو جت ناديه فهمي في عمل معاكي وانت حسيتي ان ناديه مش في الدور، وفي نفس الوقت انت كانسانه تملي بتتعاطفي وحواسك الطيبه هي اللي بتتحرك، بس حاسه ان ناديه مش في الدور، هتعملي ايه؟ هتتغاضي عن لا 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 لا، همسكها اعلمها. تعلميها؟ اه طبعا. لا وبعدين خلي بالك، انا من الناس اللي ما برضاش اشتغل مع اي مخرج، صح؟ طبعا. بالتالي بما انه مش اي مخرج بيختار كاست صح، انما هي ملحوظه اللي انت قلتها انسانيه جدا. انا لو ناديه او غير ناديه، لو اي بنت موجوده معايا وبحس انها اوت خارجه عن الدور، اخدها على جنب ولا انا اقول لها لا ماما كذا كذا كذا، مش كده، خلي بالك حبيبتي بقى يعني كذا كذا، فلازم بالتالي تعملي كده. طبعا. لان برضو في النهايه دول بعتبرهم اولادي، مش حلم ابدا ان انا احس ان في بنت مش كويسه في الدور الفوزها، ما بحبش دي انا، لاني انا كان ممكن اكون في نفس الوضع، ما احبش حد كان يعمل لي كده، فبالتالي انا ما احبش اعملها في حد. الفنانه العظيمة سناء جميل، سؤال بسيط قوي. لما بتقول عظيمة لا ده انا بقى اللي اكسف ان انا هقول لك مدام سناء بس كده، هعيط خلي بالك. ده والله العظيم يعني انا قرف قدام
الجمهور والسادة المشاهدين ان انا فعلا اللي انا اول مرة اتقابل معاكي. انا ممثل على فكرة، يمكن انت ما تعرفنيش. لا انا اعرفك كويس قوي. انا ممثل معجبة بيك، ربنا يخليكي، واول مرة التقي معاكي واتكلم معاكي في البرنامج ده. دي ملحوظة كمان للسادة المشاهدين لازم يعرفوها. وانا بحبك لانك استاذة، وعايز اسألك سؤال شخصي. بتحب الضلمة؟ لا. بتخافي؟ أوي. أوي. طب لو نفترض قاعدة في البيت ولوحدك ونور الطفى، عارف أنا عملت إيه؟ لأن أنا ساكنة في المقطم، والمقطم بينطفي كتير. فروحت دورت على سوري، أنا متجهة كلنا زمايلك. اشتريت بتاع كده لمبة فيها اتنين نيون، نيون تفضل حاططها في كوبس في البيت، لما النور ينطفي هي تولع. هيلة هيلة. زائد ان عندي درج في المطبخ مليان شمع. بس بقى الشمع بيوسخ، انما دي انا عثرت عليها اخيرا. ودايما اقول للبيس، يا بيس ما تشتري لنا البتاعة دي يا حبيبي اللي بتنور في الظلمة. يقول لي انا حجيب، وينسى. ما بيجيبش ما بيجيبش ما بيجيبش ما بيجيبش ابدا، ما بيجيبش حاجة. يعني ما بيجيبش حاجه خالص، ان هو بينسى. لا بيجيب الفلوس. بيجيب الفلوس. انا حاجه بقى انا صراحه جميل.